يبدو أن إعصار دوريان استجمع قوته أثناء زحفه باتجاه ساحل ولاية فلوريدا وجزر الباهاما، ما يشكل خطرا أكبر من إعصار إيرما، مهددا بعض المدن برياح قوية وأمواج عاتية وأمطار غزيرة ستبقى لفترة غير قصيرة. وبحسب المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، اشتدت سرعة رياح إعصار دوريان لتبلغ 215 كيلومترا في الساعة، ما رفع شدة خطورته. رفعنا حالة الطوارئ القصوى في جميع المقاطعات. لا يزال المسار الدقيق للإعصار غير مؤكد، ولكن حتى الآن فإن المعلومات تؤكد أنه يقترب من مدينة بالم بيتش، كما أبلغنا مركز الأعاصير أن الإعصار انتقل إلى الفئة الرابعة مع ارتفاع سرعة الرياح. سيكون إعصارا كبيرا وخطيرا للغاية. إلا أن سلطات فلوريدا لم تأمر بعض السكان بالإخلاء حتى يتم التأكد نهائيا من المناطق التي سيمر بها الإعصار، مناشدة السكان الامتثال لأوامر الإخلاء في حال تم طلب ذلك وتخزين كميات كبيرة من المياه والطعام. يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه الحرس الوطني في فلوريدا أنه تم وضع نحو 2000 جندي في حالة تأهب، وسيتم إلحاقهم ب2000 آخرين لاحقا. بدورها أكدت السلطات المحلية في جزر الباهاما التي يقترب منها الإعصار أنه يجب على السكان أخذ التحذيرات على محمل الجد وعدم التعامل باستخفاف مع الإعصار. أولئك الذين يرفضون الإخلاء يعرضون أنفسهم لخطر كبير بسبب الإعصار الذي سيكون مهددا للحياة. لن تكون المساعدة متوفرة خلال ضرب الإعصار على المناطق التي طلب إخلاؤها. واستعدادا للإعصار، قام سكان فلوريدا وجزر الباهاما بتخزين الطعام والماء وتحصين منازلهم بأكياس الرمل وألواح الخشب استعدادا لمواجهة إعصار دوريان، بينما يتهيأ آخرون لإخلاء منازلهم.